بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم. أهلا وسهلا بكم أخواتي الفاضلات في هذا الفيديو الجميل إن شاء الله اللي راح نتناولوا فيه تلخيص كتاب سحر الترتيب. ربما الكثير فيكم قراه والكثير منكم سمع ملخصه. الملخص تاع اليوم إن شاء الله راح نعمله بالعامية بكل وحدة تسمعني إن شاء الله تفهمني مهما كان مستواها، وأيضا راح نأخذ الأفكار الأساسية منه. الحقيقة هذا الكتاب من الكتب الجميلة جدا وخفيف للقراءة، يعني الإنسان هو يقراه لا يحس بالملل. الفصول الأولى اللي فيه فيه الأفكار الأساسية، ثم الفصول الأخيرة حقا أنا ما لخصتهاش لأنه فيها التفاصيل يمكن أنه نستغنوا عليها. أيضا أنه هو من الكتب الجميلة، لماذا؟ لأنه كتاب عملي، يعني أعمل هك خطوة هك هك هك، ليس كالكتب التحفيزية اللي تمدلنا مجرد تحفيزات في النهاية ما نوجدوش وحنا خرجنا بنتيجة ولا خطوات معينة. وأنا أميل كثيرا لهذا النوع من الكتب، الكتب اللي تكون عملية. إذا الكاتبة ماري كوندو صاحبة طريقة كون ماري تبدأ الكتاب بطرح سؤال معين، لماذا لا أستطيع إبقاء منزلي مرتبا؟ هي تطرح السؤال وتمد عدة أجوبة. الجواب الأول تقول لأننا ببساطة لم نتعلم منذ طفولتنا ترتيب، طريقة الترتيب تقول أنه نرتبه بطريقة عشوائية، وتضرب مثال باليابان، تقول مع أنه مدارس اليابان يعلموا الأطفال كل الأمور إلا أنهم الطبخ الخياطة، وإحنا شفنا في عدة برامج أنهم في اليابان الأولاد يديروا كل شيء، يمسحوا الطاولات، يعاونوا الطباخ، يمسحوا حتى الأحذية في مدارسهم، تقول إلا أنهم علموهمش الترتيب. الشيء الثاني اللي السبب في رأيها تقول أنه عندنا فكرة الناس معتقدين أنهم لازم نرتبوا كل يوم شيء، كل يوم نرتبوا حويجة، وتقول أنه هذه الفكرة تاع كل يوم نرتب القليل هذه هي اللي تخلينا عمرنا ولا ننهي الترتيب، وتخلينا أيضا ما نزلنا في فوضى دائمة. لماذا؟ لأن اليوم رتبت هذه الغرفة، غدا رحت الغرفة أخرى، وبعد غد الغرفة الأخرى، بعد غد نلقى مثل الغرفة الأولى رجعت كما كانت. إذن هي قناعتها، لهنا ندخل في الكتاب وفصول الكتاب. رتب دفعة واحدة، هذا هو أهم عنصر تقريبا في الكتاب، رتب دفعة واحدة. هي تسميه أيضا بالترتيب الحدث. وش معنى الترتيب الحدث هذا؟ هذا الترتيب الحدث ولا ترتيب الدفعة واحدة تقول أنه هو اللي يخليني نرتب دائما مرة واحدة، وينتج عنه تفكير أصلا في راسي، بعد في دماغي نتغير لما نرتب داري مرة واحدة. هنا قبل ما تتعمق في هذه الفكرة تروح تقسم الناس الغير مرتبين إلى فئات ثلاثة، لا الناس غير مرتبين، تقول أنه فيهم اللي ما يقدروش يرميوا الأشياء، وفيهم اللي ما يقدروش يرجعوا الأشياء لمكانها الصحيح، وفيهم الاثنين ما يقدروش يرميوا أشياء خلاص، ما يقدروش يتخلصوا من الأشياء، وفي نفس الوقت ما يقدروش يرجعوا الأشياء لأماكنها. إذن تقول ندخلوا ذكا، تقول لك اجعل ترتيب حدثا مميزا. إذن هي ترتيب الحدث هذا واش تقول لك؟ تقول لك اني نرتب الدار كامل ضربة واحدة، الى لدرجة انها تقول لك قادر الترتيب هذا يدي منا 6 اشهر، قادرين 6 شهور وحنا نرتبه في دارنا هذا الترتيب الحدث. واش تقول؟ تقول به ننجحوا فيه لازمنا نمشيو بترتيب معين، نبدأ بترتيب الملابس، الكتب، الأوراق، ثم الأشياء المتفرقة، ونخليه آخر شيء. وش هو آخر شيء نخليه؟ هو الأشياء اللي عندنا دي سوفونير معاها، الأشياء اللي نرتبط بها عاطفيا. إذن نبدأ أولا بالملابس. إذن لما نبدأ بالخطوة الأولى اللي هي الملابس،
تقول انه كي نجيو نرميو، لانه الرمي هو اول خطوه، الرمي ثم التخزين. تقول لك نوجد صعوبه في رمي الاشياء، وبالتالي هي اللي هنا تعطي فكره اخرى. تقول من نطرحوا ملابسنا وما نخيرش الاشياء اللي راح نرميها، لا نخير الاشياء اللي راح نحتفظ بها، الاشياء اللي نحبها. كل قطعه نحبها نبعدها، نحطها مثلا على جنب ونترك الباقي، وهكذا يسهل علينا عملية الفرز. لماذا؟ لأنه لما نعود نقول هذه نرميها، هذه نرميها، هذه نرميها، تجيني صعبة. لكن لو قلت هذه نحتفظ بها، هذه نحتفظ بها، هذه نحتفظ بها، هنا نسهل على روحنا عملية الرمي. الرمي هو الخطوة الأولى. إذن بعد ماذا؟ بعد الملابس قلنا يجيو الكتب. هنا مش بالشرط احنا نوافقوها والله، لانه بالنسبه لي انا شخصيا يستحيل ارمي الكتب صراحه. تقول نفس الشيء بالنسبه للكتب، الاوراق، الاشياء المتفرقه، والاشياء اللي عندنا معها عاطفه اكثر ربطنا بها دي سوفونير. هي تتحدث حتى على الصور الفوتوغرافيه، هنا كاين اللي يوافق وكاين اللي ما يوافقش، المهم تكون بهذا الترتيب. ليه بهذا الترتيب؟ تقول لك لانه لو بدينا بالاشياء اللي عندها اللي عندنا عاطفه اتجاهها، الترتيب راح يجينا صعب كثير كثير. نبدا اولا بالملابس، و كما مثل ما ذكرت الترتيب اللي هنا. واش تقولنا؟ تقولنا انه بعد الرمي، بعد ما نرمي، وهي تحكي على روحها، تقول انه لما كنت تعمل ترتيب الحدث في دارها، معي ترمي بالعشرين الى اكثر من 20 كيس، وهذا يحدث فعلا. تقول هنا نبداو نحدو مكان التوضيب. نبداو بعد ما رمينا كل شيء وبقاو لنا الاشياء فقط اللي نحتفظوا بهم، نبدا احضر المكان اللي راح نوضب والله نحط فيه الاشياء. من الاشياء الجميله ايضا والافكار الجميله جدا اللي تذكرها في الكتاب، تقول الغرف ليست مواقع للتخزين. وفعلا اخواتي احنا احيانا ديورنا نرجعهم اماكن للتخزين. تقول لك داري هي المكان اللي اشعر فيه بانوثتي، اشعر فيه براحتي، اشعر فيه. لذلك من الافضل اني نخلص داري من الكركبه بقدر المستطاع. وانا اللي هنا اخواتي في الدقيقتين هذو اللي بقاو، لاني انا اللي هنا لخصت فقط اهم ما جاء في الكتاب وليس كل ما جاء في الكتاب. راح نقول لكم تجربه شخصيه قمنا بها في دار والدتي في الصيف. قعدنا شهر انا واخواتي المتزوجات، والدتي عندها غرفتين وصالون ورواق كبير والمطبخ وهذيك الامور، وعندهم في الخارج حوش وغرفه. الغرفه اللي في الحوش هي اللي اكبر الغرف. المهم درنا هذا الترتيب الحدث فعلا في 15 يوم تماما. واش عملنا اخواتي؟ أرمينا اللي كون نقول لكم تقريبا 30 كيس بين أفريشة وملابس. صدقوني كون نقول لكم تقريبا 30 كيس، يعني الأغطية تاع لما كنا احنا صغار خلاص. أنا الآن في الأربعين، لما كنا صغار خلاص الأغطية مازالوا. أرميناهم، تخلصنا من خزانة، تخلصنا من كل الأشياء اللي عندها عامين وثلاثة ما تصلحتش، مثلا فونتيلاتور، كليماتيزور، ميكسور، الحياة تاع قهوة، كل الأمور اللي عندها مدة وما تصلحتش. أكيد عارضتنا والدتي معارضة شديدة لدرجة أنه كنا نرميو بالخفية. لكن في النهاية وش كانت النتيجة؟ قلت لكم كانوا عندهم صالون وغرفتين والحوش، وهذيك تقريبا الغرفة الكبيرة تقريبا مستودع. بنهاية الترتيب هذا كل اللي قعدنا فيه 15 يوم، ولو عندهم أربع غرف، غرفة جميلة جدا كانت مستودع، رجعناها غرفة في الحوش واسعة يلعبوا فيها الأولاد وكل شيء، لأنه كانت مليئة بالكركبة وبالخردوات وفقط. إذا أخواتي أتمنى أن أعطيتكم أفكار بسيطة من الكتاب. أنصحكم بقراءة الكتاب لأنه جميل وممتع جدا. ونلتقي ربما في كتاب آخر بحول الله. نقول لكم في أمان الله.